Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Khalil Ahmad Sharif. My father name is Ibrahim Sharif. Today I am going to recite Surah Muzzammil. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzzammil. Qumil layla illa qalila. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا ناشعة الليل هي أشد عطلا وأقوم قيلا إنا لك في النهار صبحا طويلا واذكر اسم ربك فتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله فاتخذ وقيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم حجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومحلهم قليلا إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما الله الصادق وعذابا عليما يوم ترجف الأرض والجبال فكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا عليكم رسولا شاهدة كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتخون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إنا ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يقاتلون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو أجرا عظيما وأجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم.